سنكسار سمعنا سيرة القديس الأنبا موسى الأسود، فهو كان هارب من الفساد، فعايز يقول لنا كده تعالوا نهرب من الفساد اللي احنا فيه أو الحاجة اللي مش كويسة اللي احنا فيها. والإنجيل يقول لنا آية جميلة، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، وده اللي عمله القديس القوي الأنبا موسى، اجتهدوا من أن تدخلوا من الباب الضيق. وأكبر مثل في التوبة هو الأنبا موسى الأسود. أحد الآباء يقول كده، المكان اللي فعلت فيه الخطية لا أعيش فيه، المكان اللي فيه الخطية أو عملت فيه الخطية ما أعيش فيها، أسيبها وأروح لمكان تاني. عشان كده الإنجيل آخر آية يقول من له أذنان للسمع فليسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. عشان كده يقول لك إحنا في البولس لسه جسديين مش روحانيين. ليه بقى؟ عشان عندنا انشقاق، في انشقاق بيننا، عندنا إيه؟ خصام، عندنا حسد. ده كله جاي منين؟ من البغضة والكره، مفيش محبة. يقول لك اهرب من الحسد، اهرب من البغضة والكره. المكان اللي مفهوش محبة سيبه ويمشي، ده ربنا هو اللي بينمي أو ينمي في محبة، ربنا بينميها. وأسوأ حاجة بنسمعها على الكره والبغض الخلافات والانشقاق في البيت الواحد. يبتدي الشيطان يعمل انشقاق وانقسام بين الزوج والزوجة أو الأبناء والأباء. وللأسف أسوأ حاجة الميراث، يجي الميراث يدخل المال انشقاق ومشاكل وانقسام وزعل وبغضة. تلاقي اللي عنده خصام وزعل مش قادر يصلي، مش لو في مكان موجود هذا الشخص أنا أروح مكان تاني، مفيش محبة. فبالتالي المكان اللي مفيهوش محبة مش هتقدر تسمع صوت الله. من له أذن للسمع فليسمع. الإنسان يقول لك كده لما يقع في خطية، ولا ما عرفش إيه اللي عماني كده، إزاي أنا عملت كده؟ الخطية بتعمل إنسان. ولو ربنا نفتكر كده الخطية التانية بقى في الكتاب المقدس، مش الأولى، التانية بتاعت مين؟ قايين. من له أذنان للسمع فليسمع. ربنا قال له في خطية قدامك خلي بالك، ومع ذلك إيه؟ ما سمعش. هي دي، من له أذنان للسمع فليسمع. لو كان سمع كانش وقع في هذه الخطية. فعشان كده التوبة مهمة. لما جه الأنبا موسى يتوب فقدم مثال للتوبة، الباب الضيق. ونسمع عن الأنبا موسى أو الابن الضال لما رجع لأبوه، الابن الضال ما رجعش الخطية تاني. الأنبا موسى لما تاب قعد في الدير مع الأنبا إيسيزوروس وأبو مقار وما رجعش الخطية تاني، ما سمعناش عنهم كده، هرب من الفساد. الخطية فساد ومرارة، فداء الخطية والمرارة بتاعتها مش عايز يرجع لها تاني. هو قعد وحسب النفقة زي الإنجيل ما قال. احنا ليه بنسقط في الخطية مرة تانية بعد التوبة والاعتراف؟ مش بنقعد مع نفسنا ونحسب النفقة، انا خسرت ايه وكسبت ايه، الخطية كسبتني ولا خسرتني، طب التوبة والعمل مع الله بيكسبني ولا يخسرني. ما بنقعدش، بنروح نعترف على طول كده. لكن في توبة مش دايما. عشان كده لما في حد يعترف في خطية تقعد تأرقك فترة طويلة، يقولك انا اعترفت عليها مرة واثنين وثلاثة بس لسه فاكرها. ليه؟ ما قعدش وحسب النفقة وايه وقال لربنا انا رب غلطان ومش هقع، واديني قوة عشان ما اقعش فيها تاني. فتعالوا نبتدي حياة جديدة قبل ما نعترف. التوبة هي دي الاساس الاول. يقول التوبة معمودية جديدة. الانسان اللي يتوب يبطل خطية ويروح يعترف بيها فربنا ينساها وهو ينساها، فربنا ينساه ويقبله معاه. عشان كده لازم نقدم توبة حقيقية. فالنهاردة يقول لنا ايه بقى؟
قدموا في إيمانكم فضيلة. ده في الكاثوليكون، قدموا في إيمانكم فضيلة، والفضيلة معرفة، معرفة تعفف، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي الآخر إيه؟ المحبة بقى هي الشاملة لكل حاجة. فمشكلتنا إن إحنا لما نقدم توبة بنعترف ما بناخدش فضيلة جديدة. فده اللي قال عليه المثل السيد المسيح، لو في واحد في روح شريرة وبعدين خرجت الروح الشريرة دي ورجع لقى المكان مزين ومكنوس، ما مالتش المكان بفضيلة جديدة. الزوكسولوجية بتاعت الأنبا موسى عنده الصبر، الفضيلة بتاعته النهاردة الصبر. احتمل الشيطان يفضل ايه يجيلي كده ويضايقني ويقرقني ويديلي الملل، ولك ايه الروتين ده؟ الإجبية روتين، الصلاة كل يوم روتين، كتاب مقدس روتين، فيخليك تبطل. لا، تعالوا شوفوا دلوقتي العالم بيعمل ايه. الشركات يقولك ايه، احنا بقالنا 50 سنة الشركة بتاعتنا، بقى 100 سنة. الله، مزهشي شغال في نفس المجال بقاله 100 سنة؟ بالعكس، ده هو مبسوط وفخور بكده، احنا بعراقة. يبقى انت لما تصلي الإجبية 10 سنين وما تزهقش، و20 سنة، ده الإنسان بيقيموه دلوقتي بالسنين الخبرة بتاعته في مجال واحد. تعالى كده نقول انت ايه التخصص بتاعك، او اي واحد فينا وواحدة فينا، انت ايه الفضيلة بتاعتك المشهورة بيه؟ الوداعة؟ انت مشهور بالعفاف؟ انت مشهور بالتقوى؟ انت مشهور بايه؟ بالمحبة والبشاشة؟ احنا ايه الفضيلة بتاعتنا؟ لما بنكره الخطية ونتوب عنها ونعترف ما بنحطش فضيلة بقى. أشير، لازم اللي هيتوب ويعترف لازم ياخد فضيلة، الصبر. النهاردة الأنبا موسى الصبر، الشيطان ده مش سهل يفكره بالحاجات القديمة والفكر القديم والخطايا بتاعته، فلما يتذكرها يبتدي إيه يحن ليها، ممكن يرجع لها. لا، أنا هصبر. فعشان كده لما الآباء يقولوا لنا صلوا، في حد يجي يقول لي يا أبونا قول لي حل المشكلة دي وما تقوليش صلي. طب انت رفضت ربنا، من له اذنان للسمع فليسمع. انت جاي بيت ربنا ليه؟ عشان تسمع مشورته. ساعات بكون مثلا عندي مشكله اروح لمحامي، فلو سمعت مشورته هعدي وانجح. عندي انا تعبان وعيان، اروح لدكتوره اسمع مشورته يكتب لي الدواء، لو سمعت الكلام هخف، ما سمعتش الكلام هفضل عيان. من له اذنان للسمع فليسمع. فتعالوا النهاردة ناخد فضيلة الصبر زي الأنبا موسى. يقول كده كتاب المقدس في تيموثاوس، وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا. أي خطية بقى عندي اهرب منها، ها، الهارب من الفساد، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. فاجري، خد فضيلة. تعالوا النهاردة كده كل واحد ناخد فضيلة الصبر. فاصبر، هتاخد، اطلبه هتجده، هتاخد من ربنا. ده الزرع عايز صبر، العمل في الخدمة عايز صبر، المحبة اللي بتديها عشان تاخد منها وتحصد منها عايزة صبر. ده وأكبر مثل كده الآباء والأمهات يفضلوا يزرعوا في ولادهم سنة واثنين وخمس وواحد وعشرين 30 سنة، يزرع في ولاده محبة وعطاء وبذل ويتعبوا من أجلهم عشان يشوفوا ولادهم لما يكبروا ياخدوا بقى الحصاد. فأنت زرعت في ولادك إيه؟ اهتمام. دلوقتي الآباء والأمهات يروحوا النادي، حمام السباحة، بس في آباء وأمهات جمال جدا يجيبوهم مدارس الأحد، يصحوهم بدري، يجيبوهم القداس، عندهم صبر. ده لما يكبر هيبقى شماس حلو، دي لما تكبر هتبقى خادمة حلوة، لما تكبر هتبقى أم فاضلة عندها صبر ووداعة. فتعالوا نزرع في ولادنا ثمرة من ثمار الروح القدس. يقول كده في الإبصالية بتاعت الأنبا موسى، مبارك عقلك، مبارك قلبك، يا إيه؟ يا طارد الشياطين. بالصبر بتاعه واحتمال التعب بقى يطرد الشياطين الأنبا موسى. تصرخ ليه؟ عقل مبارك وقلب مبارك. ليه؟ من له أذنان للسمع فليسمع.
سمع نصيحة أبوه الأنبا إيسيزوروس في الاعتراف وفي الإرشاد. اللي بيسمع بيعدي، لكن مشكلتنا والمشاكل بتطول معانا ليه مع بعضينا؟ عشان مش بنسمع الكلام، عدم الطاعة. بنقعد مع أسرة عندهم مشاكل سنة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما نزهق بصراحة. ليه؟ مفيش صبر ومفيش طاعة. ويقول لك النهاردة في الإبراكسيس ورأى الروح القدس ونحن نبعت لكم بقى مين؟ بولس وسيلة وبرنابا عشان تعملوا ايه؟ عشان تعملوا كذا وكذا وكذا. عايزين تسمعوا الكلام هتاخدوا الفرح بتاع الطاعة. فالإنسان هيتعلم من ايه؟ بالعمل. فالمهم جدا لما نطلع او نتوب او نعترف بالخطية بتاعتي ادخل مكانها فضيلة. لازم ادخل مكانها فضيلة، يتملي المكان. فلازم انسان الله لما الانسان المسيحي يحل في مكان، ده اول ما جه بيجمعنا دايما. اول ما جت هي فرحتنا، قعدتها مفرحة. فلازم يبقى فينا الثمار بتاعتي بان في الايمان بتاعنا، في الايمان بتاعنا يبان الفضيلة بتاعتنا. فتعالوا نثمر زي الانبا موسى كده الاسود. تعالوا زي الابن الضال لما نقدم توبة نفضل قاعدين ما نرجعش الخطية تاني. تعالوا يبقى عندنا صبر. اجتهدوا ما تدخلوا الباب الضيق. من له اذنان للسمع فليسمع. ده حتى المزمور اليوم يقول ايه؟ جعل في فمي تسبيحا جديدا. الانسان اللي بيتوب عن الخطية ويصلي فالفم بتاعه يبارك ولا يلعن. الفم الذي يبارك الله لا يلعن. فهتلاقي الخطية بتاعتي راحت. أنا آسف لو في شتيمة هتروح، لو في إدانة هتروح إيه؟ بالتسبيح الجديد، الفضيلة اللي خدتها الجديدة. وتشوف الأنبا موسى لما جم يقول تعالى عشان نحكم على حد، قال أنا أروح أدين. لما أتعلم وخد معونة ربنا، أنا مين أنا عشان أدين غيري؟ وعارفين القصة كلها، إن هو شال زي حمل تقيل كده أو شوال كده وفي ثقب ده مخروم يعني، وايه والرمله بتيل عماله تنزل من الشوال هو شايله ده. الخطيه انا شايلها، ايه الخطيه بتاعتي؟ اروح ادين غيري؟ انا عندي مشكله اروح اتكلم على غيري؟ انا عندي مشاكل وعندي ادانه وعندي عدم محبه اروح انصح غيري؟ عشان كده الكلام بتاعنا مش مؤثر في الاخرين. فتعالوا نصلي مع بعض، تعالوا نطرد الحسد والخصام والانقسام عشان ايه؟ في سلام ومحبة. مرة وانا في الكنيسة الزهور، كنيسة العذراء هنا، واحد يقول لي ابونا اقرا لي التحليل. ليه؟ مش عارف اصلي. ايه اللي حصل؟ او انا جاي في الطريق فزعقت مع حد وانفعلت وكده واتنرفزت. طب ايه المشكلة؟ مش عارف اصلي. فسامحني يا ابونا. طب روح صالحه، قال ده واحد في الشارع انا زعقت معه وخلاص. فمش عارف اصلي. ادي الانسان اللي فيه الروح القدس، ها، فعايز يتوب مش عارف يكلم ربنا، حاسس انه يزعله في مين؟ في اي شخص قبله. فتعالوا نجتهد ان احنا ندخل باب الضيق. تعالوا نتكلم عن ربنا، تعالوا ناخد فضيله الصبر النهارده. ولو في عايز كل يوم ناخد فضيله حلو. مش الكنيسه محتاجه الصوم. لسه في ناس بتتكلم لحد دلوقتي في نصوم ولا مصومش صوم رسل. اللي مش هيصوم يبقى مش عارف كنيسة محتاجاه. احنا محتاجين في الوقت اللي احنا فيه ده، الغلا اللي احنا فيه ده محتاج صوم وصلاة. لكن صوم بغير صلاة ما ينفعش. محتاجين في الوقت ده في الحروب اللي احنا حوالينا دي، ها، صوم وصلاة. المشاكل والأسر والانقسامات اللي في البيوت محتاجة صوم وصلاة. يبقى الكنيسة محتاجاني أصوم، كنيسة محتاجاني أصلي، واقفة عليا أنا. لأن كلنا لما نشترك مع بعض في الصلاة ربنا يسمع لينا. كلنا لما نصوم فربنا يسمع لينا. والأنبا موسى ده بقى قديس منين؟ من الصوم والمطانيات والجهاد والصلوات والتوبة. فتعالوا، تعالوا كلنا نشترك مع بعض في الصوم والصلاة. تعالوا نطرد الخصام، ازرعوا في أولادكم المحبة، الوصية الأولى في المعمودية. فربنا يعطينا نكون إيه؟ من له أذن للسمع فليسمع. واجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ولا ربنا المجد دائما أبدين. أمين.
أغنيات خنو مسمينيس وبنت بايهو بوي بوي كاتا بفرني من راتي انت بخريستوس رزيدي نريه غنو تسنترنسي أوتوكوس ماريا سمافن بن سوتي